طيب ونحن نتابع هذا الأمر ونرى بأن تركيا يعني لديها قوة كبيرة فيما أشرت إليه حتى في حلف شمال الأطلسي أو الناتو الجيش التركي من حيث القوة هو الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الحلف ونرى بأن تركيا قوة متصاعدة في الأونة الأخيرة متى نرى تركيا عضوا ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو هل بالفعل تركيا من الممكن لها أن تدخل في هذا الاتحاد أم أن الأمر صعب المنال بعض الشيء؟ والمسار المسار في الحقيقه مسار صعب لماذا لان دول قويه كما فرنسا وكما حتى المانيا الى اخره لان المانيا عندها وجهين يعني في الـ في الـ في هذه المساله ونعرف ان اسبانيا وايطاليا وفرنسا الى اخره يعني لن يوافقوا على هذا واسبانيا وقفت جنب تركيا في هذه المسيره الطويله حتى تكون ان شاء الله ستكون ان شاء الله قليله لان اوروبا تفطنت ان الاتحاد الاوروبي هو يعني بدا ينكسر ينكسر لان فيه بلدان الشرق اوروبا الذي البعض منهم السياسه ذهبت لليمين المتطرف وحتى ايطاليا سقطت في في فخ اليمين المتطرف فرنسا كل في كل سنه نقول ستسقط في الفخ اليمين المتطرف، ولهذا بعض البلدان كما إسبانيا يظنون وهم يعني متوثقين أن تركيا تقدر تاتي بتوازن في هذا في هذا الجهه ولماذا لان نعرف ان الولايات المتحده من جهه والصين من جهه دولتين قويتين ولا بد ان في الوسط يكون بلدان كتركيا وكاسبانيا وكالاتحاد الاوروبي لكي يكون فيه توازن وتفطن البلدان العربيه لهذه المسائل الذي ما بقت يعني تحت غطاء امريكي او صيني او بلدان اخرى حتى تفطن هذا البلدان العربيه يخدم ان شاء الله ادخال تركيا في في الاتحاد الاوروبي وهو ما سيزيد توازن سياسي جيو استراتيجي وحتى عسكري لماذا؟ لأن كما قلت تركيا هي من أكبر الدول في الجيش التركي وفي حتى في العتاد العسكري ما شاء الله كان فيه يعني تطوير فيه. صحيح. اه حتى الآن ولهذا هو من يعني هذا غير ممكن إن تركيا تبقى ما وراء هذا هذا الجدار الأوروبي <applause>